عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين مشاهدات قناة فتح بخير، تبارك الله عليكم خوتي، مرحبا بكم عندنا، وتحياتي للناس اللي تعاملوا معنا وكيتواصلوا معنا، وشكرا لكم كاملين، والله يحفظكم الله ينجيكم. المهم كنطلب لكم ان شاء الله باش تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشاهدوا خوتي خواتاتي، اليوم راه حافيه لي هذه، وقلت علاش ما نديرش يعني الحاجه راه كعرفها قايمه بشي اعمال اخرى، وقلت انا بغي ندير هذه العمليه اليدويه ديالها. بغيت اليوم ندير خوتي ابلاطو ديال النجمه، يعني 16 ها انتم كما كتشوفوا، يعني دائريه فيها 50 سنتيم والبلاطو هو فيه 50 سنتيم. وبغيت ان شاء الله ليديات، يعني ها انتم كتشوفوا مذهبينها، هما تشوفوا ها انتم كما كتشوفوا ليديات، عندي هاد ليبول هاد الرجيلات هما ديال الزجاج ان شاء الله. كاين لي زيستراس، كاين اللوينات، كاين اللوينات، كذب على ربي حرام. وكما كتشاهدوا خوتي خواتاتي، انا المهم باغي نبدي ان شاء الله باش نرسم هاد الرسمه هادي، راه عندي باغي ان شاء الله نبديها كما شفتوا، ها هي فينا خاويه، يعني هادي نقدر نديرها بالبلاستيك، ولكن بغيت انا نتريني فيها شويه وصافي، ما هي نقدر نلصقها بالبلاستيك هنا ومن بعد نخويها، ولكن عجبتني هادي بغيت يعني شويه نخرب وصافي ماشي مشكل. المهم كما كتشاهدوا، المهم باغي تتابعونا وباغي تشاهدوا كيفاش باغي نديرو. كما كتشاهدوا خوتي خواتاتي، انا هاد الرشيمه هادي يعني عندي لامبريمونت اللي كتقطع لي وترشم لي وتقاد لي، الله يرضي عليها. المهم عندي المهم عندي الماشينه اللي كترشم لي هاد الرشمه هادي، هي كتخوي لي هادشي كامل. اذا بغيت نديرو فوق البلاستيك ونلصقو، يعني كيكون واحد العمل يعني اللي دغيا تقضي الغرض، ومن بعد تقرا البلاستيك كيبقى لك الخاوي. انا درتها فوق هاد البابيل هذا، درتها فوق هاد البابيل هذا ان شاء الله، وبغيت شويه نتحرك، كيعجبني انا هاد الفن ديال هاد الشيء، هاد الشيء ديال الزخرفه، هاد الشيء ديال التوريق. المهم وتحياتي لكم الحاجه، المهم غتلقى التحيه معكم. السلام المشاهدين ديالنا، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم عندنا الجو بارد بزاف، عندنا شويه طاح الثلج في الجبال وداكشي، وعندنا البرد بارد. ايوا راني قبضته باش ما يسيركيلوش برا، راني قلت له رشم لي هذا البلاطو ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله راه كيجي مزيان، ما فيهش الخدمه، يعني هاد الورقه هو راه رسمها بديك الماشينه، هي قطعت هي كلشي، ولكن نتوما يقدر اللي ما عندوش هاد الماشينه يدير من لورديناتور يخرج الرشمه ويقطعها ويخويها الرسمه، يخويها ويديرها تحت الدجاجه ويبقى يرسم عليها كما راني دايره، كما راه داير هنايا. هاد راه تعمري بها الوقت ديالك، كتجي مزيانه كما كتشوف هاد الزواقه اخوتي، يعني ماشيه في راه كتمشي في المساجد، كتمشي في الفلوس، كتمشي في يعني هاد النجمه عندنا، يعني حنا عندنا في الزخرفه الاسلاميه كتكون في المساجد، كتكون في بزاف ديال الاماكن، في اي بلاصه كتلقاي هاد الرشمه هادي. كاين اللي منها عندها 8 ديال الدروس، كاين اللي عندها 12 دار، كاين اللي عندها 16 دار، كاين اللي عندها 32 دار. وتحياتي لكم، بغيت تتابعوني اخوتي. كما كتشوفوا انا كنرسم هاد الرسمه هادي ديالي. الزجاج خصها الكاغط تكونوا ملصقينه بالسكوتش، اللي عنده داك الكاغط عي رقيق يلصقوا بالسكوتش باش ما يتحركلوش مع الزجاجه، باش يجي الشكل ديالها هائل وزين. المهم غادي نخليه هنا هو يخدم هاد النهار، غادي يعمر لي هاد البلاطو الاول، وانا ندير معكم ان شاء الله البلاطو الجاوج. تقدروا ديروا على الشكل مدور مربع، المهم الشكل اللي بغيتوه ان شاء الله يا ربي. يلا عمر ابراهيم باش ما تسيرش كان الحجر، راه جاي شويه راه مزيان مخير، بنادم يختار الكوله الممتازه بحال هاد اللصقه. كاينه انت تخلطي راسك ديري الكوله وتولي دري فوقها هاد كي كتقول له ابراهيم نتايا هاد بودرة، كي كتقولها انت؟ ايوا ساقسا. ايوا هي كعارفة ما هي رخيصة ماشي غالية بزاف. قولي ساقسا الحاجة، وكنقولي ساقسا ديري الكولا، ديري الكولا ودري عليها هكا البلاصة اللي درتي فيها الكولا، دري عليها. كانوا هلياتنا الحاجة بكري مساكينين يلبسوا دوك البلايز القدام بريو وتقالوا مراسبك الله تشعل فين راه البلوزة، دابا البلوزة فين راه؟ وشارية البلوزة غا ب 1500 تبارك الله، مع كانت لها الدا والقيمة ديال النساء، يعني كانت حتى القيمة تبارك الله يعني. المهم خليوني نخدم. اخو بتو يسمح لي فيها، راني كنقول له رشام ما تهضرش بزاف رشام. انت الحاجه والله غير حرتك، عارف انا هذا الفن، هذا هو الفن اللي كي كنتمناو البلوزات تولي كما كانت ابراهيم، احسن لبسه في المنطقه الشرقيه وهي البلوزه. واش الحاجه دوك البلوزه ما كيلبسوا القفاطان ولا اخر، والله ما كتجي بحال البلوزه. والحاجه الحاجه واش اليوم دخلت غوتشي ودخلت شانيل ودخلت عاد لا والو، انا واخا هاد غوتشي كنديرها في الديكورات واخا، بصح في اللبس انا كتعجبني اللبسه ديالنا. يا ريت لو كان لقاو دابا بلوزه ولا تكشيطه، زعما عندنا اللبس ديالنا في المغربي، عندنا الفن التقليدي. ها انتم تشوفوا اخوتي راني سارح دروك.
يلاه وبالله عليه الرشمه باش ما نطولوش عليه. الحاجه المهم هكذا غادي يمشي اليوم النهار هاد العشيه ان شاء الله عنده هنا ما يتحركش. باهي الحاجه غرقتيني حتى يكمل ويوريكم المرحله الثانيه ان شاء الله. غرقتيني يا حموم يوسف. يلاه باش نمشي نكمل غدايا انايا الا بغيت تغدى. المهم هكذا غادي تمشيو على هاد الرشمه كامله. تقدري ديري وريضات تقدري اي ديكور. المهم احنا كل واحد حنايا بحال دابا باغيين هادشي التقليدي باش كيتمشى حتى مع الرشمه ديال السدادير مع ديال كيما كان داكشي ديال الفيبراسيون. ها انتم كتشوفوا كيما كتشاهدوا اخوتي خواتاتي اهلي اهلياتي بلي ان هادشي هذا هاد الخدمه هادي راه خص بنادم يكون عنده شويه ديال الصبر. راه ماشي غير واحد يدير هذا. دابا انت كتصبر ابراهيم؟ ايوا انا راني صابر واه ما يمكنش. والله لا تبارك الله خاصك شويه ديال الصبر مع خوتي مع هاد الزواقه هادي لان فيها بزاف ديال الفراجات وفيها بزاف ديال فهمتوا. ولكن بعد ما الى صبر باغي ان شاء الله ينال ويبغي يخرجها هي هذيك ان شاء الله كيما راني داير ليها انا. راه من غادي تيبس عاد غادي تيلي تولي كلها صفراء. وتوا ان شاء الله وتحياتي كاع الناس هاد الناس ديال التوريق اللي كيديروا التوريق على الخشاب على المهم هاد الناس الفنانه ديال الزخرفه. المهم مور هاد المرحله ابراهيم غادي تسبخها ب تيبس ان شاء الله باذن الله تيبس وتيبس وها انتم تشوفوا. وتحياتي لخوتي الرجاله باش ماشي غير الانسان اللي يقولوا حقاهم على راهم يديروا ويديروا. انا معاكم اخوتي ما نعطيكم بيس غير واعر والله الا غير اللي يجي لكم على قلوبكم غير اللي يجي لكم على قلوبكم ما نعاودوش عليها. يعني هاد النجمه يعني راه خطيره باش ديرها باش تخرجها وديرها راه ماشي سهله. اما كيما كتشوفوا داك شانيل وداك الشيء ديال لي كريتير ديالها يعني غنكتبها عاديه يعني ماشي راه ساهل. كيما واحد خوتي خواتاتي على حسب الرشمه اللي قلت لكم ندير لكم داك البلاطو يعني فيه هاد الزخرفه العربيه الاسلاميه. ها انتم كتشوفوا خوتي خواتاتي كيفاش طلعت. ها انتم يعني تبارك الله داكشي واعر ويعني داكشي طالع يعني الشكل يعني هو هذاك. المهم النجمه طلع لنا البلون ديالها هو هذاك كيما كتشاهدوا. هذه هي النجمه ديالنا. ودابا الخوت باغي نقوم بالعمليه ديال سميتها ديال الرق ديال السيلابا. هانتوما فديك البلاصه اللي حطينا فوقها هاد الكولا والاخر فوقها غادي تصبغوا ان شاء الله. واه هنا باين كما كتشاهدوا اخوتي خواتاتي انا باغي نقوم بعمليه ديال الرش دروك كما كتشوفوا غير بشويه زعما خرجوا هادشي كلشي مخير. هاد الصباغه ما تم التمري فيها ما والو. ايوا ضروري الحاج ما خصكش تختار البلايص ابراهيم مزيان هاكا. المهم تخليوها تيبس تيبس ان شاء الله باذن الله. عاد نوريكم كيفاش باغي نديرو هادوك ليزيسترات. المهم انا المهم نعيشوكم معنا في هادشي ديال الديكور والاثاث المنزلي. كتشوفوا الخوت الخواتات حنا المهم رشينا بخينا على بسبرايت على الزجاجه ديالنا على الزجاج ديالنا ودرك هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله. وبقاتنا ان شاء الله على حساب باش نزوق هذيك الساعات اللي زين طراس ودوك اليديات والرجيلات ونطلبوا من الله ينال اعجابكم هادشي هذا ينال الاعجاب ديالكم وصافي ان شاء الله باذن الله يا ربي. وتحياتي لكم بعد ما شفتوا خواتاتي خوتي على حساب الباطل اللي وعدت خوتي باش نديرو لكم هو هذا يعني النجمه السطاشيه هي هذه. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنال اعجابكم. ودابا البلاطو العمسي يا خوتي يا حباباتي كما كتشوفوا خوتي الرجاله باش ما يقولوش راه غنسال لهم اللي راهم يقادو وكذا. بغيت ندير ليها اليديات ديالها ان شاء الله باذن الله. المهم لكم الاختيار كاين اللي بغى يديرها بكسميتو يديرها وكاين اللي بغى يديرها بكسميته يديرها ماشي مشكل. اللي بغى يتقوي يدير ليها اليدين متقوبين واللي ما بغاش ماشي مشكل. هانتوما يعني هادي سوبر هاد الكولر اللي نديرها هنايا عندك البلايص عندنا نيشان بسم الله. دابا مع الزواق راه عندنا معبوره هذيك البلايص ولا معبوره ان شاء الله. المهم بعد تابعونا حتى ان شاء الله نلصق اليديات ديالي ان شاء الله وبعد تابعوني ان شاء الله. واش بغيت تقولي حاجه؟ المهم اللي عنده الاخر اللي يتقب الزجاج داك اللي كيكونوا متقوبين بالفيسات كيجيو شادين ماشي مشكل ماشي كتزيد تقول فوقهم يعني هادو الديكورات هكذا ولا البروفيزوار هادو صافي ان شاء الله. تابعونا كما كتشوفوا احبابي حباباتي
البلاطو ديالي هاني لصقتو، هانتوما تشوفو، هانتوما تشوفو يعني سوينية هائلة، بليدية ديالها زوينين، هانتوما تشوفو كلشي كلشي يشعل كلشي كدي بحالك إن شاء الله. شتا أنا كندير حاجة وايلي، ودابا بغيت ندير بحال هكدا ندير هاد الرجيلات إن شاء الله. عندنا هاد لي بول هادو، هاد الرجيلات هادو هما اللي باغي نديرهم إن شاء الله. كيما تابعو تابعوني خوتي خواتاتي، حنا راه عندنا ديك الرشمه ابراهيم، ديك الرشمه مبينه فين غادي دير الرجلين، غادي ديرها في الدوره ديال هادي صوبي عندك واحد والدوره ديال هادي ندير وحده هنا ان شاء الله باذن الله. واه اما اللي ما عندوش بحال هاد الرشمه لا يعبر بالمترو ندير وحده هنا ان شاء الله باذن الله. نعم جايين نيشان مع دوك الزواقات. لا عندك خاطر عندك دوك البياض كتعرفي فين انت. ايوا دابا ما عرفتش واش ندير لهم، ندير هاد لي زيكستراس في الجنب ديال البلاطو ولا ما نخليه سامبل، ما عرفتش. سمو ابراهيم انت يا عجبك يا ودي، انا كلشي عجب جيت كنقول عليك لا انا بتا فين هذيك الحي الاخر. ها يا تماك هادو يجيو مع هاد الرجيلات ابراهيم، الا نديرو من الفوق ولا تنديرو البلاطو ان شاء الله ديال الحلوه ان شاء الله. هو حتى البلاطو ديال الحلوه ان شاء الله ونديرو نديروهم. المهم انا خايب غندوقهم شي حاجه اللي واعره كاع ان شاء الله. ما دايرهاش في السويقه فهمتوا، ما يقالف لا ما يقالهاش ان شاء الله. وكما كتشاهدوا خوتي خواتاتي الرجيلات هما هادو، ها نتوما البلاطو ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا واعر وزايغ، ها نتوما. لا جلس ابراهيم ديالها هما هكداك. ودابا هاد لي زيكستراس واش نديرهم ولا لا؟ لا ما نديرهمش حتى حاجه حتى المره الجايه ان شاء الله. انا دوك بغيت ندير هادشي سامبل كتعجبني. يجيو حتى هنايا في الجنب ابراهيم يجيو زين. لا معليش المره الجايه ان شاء الله ملي ندير شي حاجه انتيا ديريها انتيا، انا بغيت ندير للمشاهدين ديالي ان شاء الله هاد البلاطو بغيت ندير لخوتي غير سامبل ان شاء الله. ان شاء الله. وباغي تتابعوا معنا ان شاء الله، المهم نعطيكم المزيد ان شاء الله من هاد الاعمال اليدويه كتعجبني انا زعما بكل صراحه. وتحياتي للناس اللي كيمارسوا هاد الاعمال اليدويه، يعني داكشي زعما بصراحه ماشي ساهل. ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى للمشاهدين الكرام ديالي النجاح، ونتمنى لكم ان شاء الله شي لايكات وتشجعونا ان شاء الله باذن الله، لان ما كنقولوها لكمش كنبغي نخليو داكشي كيجي يعني يجي من القلب خالصا. داكشي على حسب المشاهد كيعجبو شي حاجه كيصوتي يتفرج داكشي بنادم حر تحط طاطا تحط. وكما كتشوفوا هاد الرشمه كدور بزاف في السدادر ثاني، يعني السدادر اللي كيدوروا اليوم كدور فيهم هاد الرشمه بزاف. وان شاء الله حنا بغيت تتابعونا ان شاء الله، وبغيتكم ها نتوما تشوفوا كلشي داكشي نقي وكلشي قريب. هذا البلاطويات ديري فيهم ديكورات ولا تستعمليهم للحلوه ولا لي طارت ولا المهم شي حاجه هكا تشمع ديال الديكور، المهم كيجيو واعرين. وبغيت نعطي خوتي شي رشمات قاصحين، يعني انا كنبغي داكشي الواعر فهمتوا. غادي ندخلوا فيه لي كولور، ما نخليوش غير هاد ساق اللي قلت انت. كاين حتى دوك ديال الوردات كيجيو زوينين. بدلي داك الكافيار الرقيق ديري له شي حاجه اخرى، الكافيار وديري لي زيكستراس. وتحياتي لكم خوتي، ونتمنى ان شاء الله حتى شي المهم المره الجايه ان شاء الله نقدم لخوتي وصفه اخرى ان شاء الله. حتى هادو راه كيتسمى وصفات، هذا عندي احسن وصفه كاع. وتبارك الله عليكم وشكرا لكم، وهنا معكم خوتي خواتاتي، والى اللقاء والى حلقه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.